تابعني. لا لا هذه رايح. شو بك انت بس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للآبار الارتوازية ببلدية كيمل، السيد الوالي والي ولاية باتنا مشكور على الحصة التي قاموا مع المصالح الفلاحية بتخصيصها لبلدية كيمل، والخاصة بربط الكهرباء الفلاحية بالآبار الارتوازية. لكن هناك بعض الآبار الارتوازية اللي راهي لم تدرج في الدراسة لحد الآن، وتبلغ حوالي 5 آبار لحد الآن لم تتم الدراسة ولم يتم ربطها ولم يتم إدماجها، عفوا إدراجها مع المشروع الفلاحي الذي تكلم عنه السيد الوالي في الزيارة الأخيرة لبلدية كيمل. يا خويا رحنا لهنا لليوم في واد سيدي فتح الله بلدية كيمل، رحنا في بلاصة معزولة، عندنا سلعة نيسون خرجوها، التجار عدو ما يجوناش، ما عطاونا تريسيتي، ما عطاونا طريق، يقولوا كاين كاين كاين، القبض ما كان والو. على ذلك نطلبوا من السلطات ونطلبوا من الوالي لعود يمدلنا تريسيتي ومدلنا الطريق ويشوفنا ويجينا ويشوفنا، عينا نطلبوا فيه ما يجيش، يجي للجهة الغربية، يجي الفوق، يجي للسماء، يجي للأرض، بالبلاصة هذه ما يجيهاش. آلاف أطنان اللي خرجوا من التفاح من هالبلاصة هذه وهو ما جامي يجبوا عليها السلطات. الحين منطقة ورتان وسيدي فتح الله نطلب المطلب نتاعنا الوحيد، هو مطلبين فقط، انه يفتحوا لنا الكهرباء الريفية ويفتحوا لنا المسالك، وخاصة الطريق المسلك، لانه التجار دوك راهم ما يجيوناش، وما كانش حتى باه نقدروا نخرجوا للمنتوج تاعنا، حتى السيارات اللي نقدروا نخرجوا منها راهي مهترئة، ما تقدرش تهزنا الحمولة هذه كل. رانا فلاحة والحمد لله يا ربي وننتجوا منتوج الخير والبركة، ولكن عندنا معاناة نتاع الكهرباء الريفية والطريق، رانا معزولين ومضرورين من هذا الزوج حوايج هذو بالبزاف. نطلبوا من السلطات ينظرونا بعين الرحمة ويعاونونا ليهم هذا الزوج حوايج إن شاء الله. نطلبوا الكهرباء الفلاحية، راهي عزتنا بالبزاف، رانا عندنا فراجات الخير والبركة، ولكن ما قدرناش بالآلة المحركة تاع المواتر، احنا بغينا الكهرباء وبالأخص الطريق ثاني. الطريق رانا معزولين، رانا نخرجوا سلعة الخير والبركة، وعازين من قلة السلوك تاع الطرق، ما عندناش طرق راهي فاسدة، وكي تكون الحملة تتقطع علينا خلاص الطريق. نطلبوا من السلطات يشوفونا بعين الرحمة يعاونونا في الكهرباء والطريق. نطلبوا نناشد السيد الوالي والسيد وزير الفلاحة انه كيف يعاونونا ويعاونوا المنطقة هذه بالكهرباء الفلاحية. الباقي راهو علينا، رانا الحمد لله رب العالمين حتى نفتخدوا حتى المنطقة حتى اليد العاملة، رانا ماشي نقولوا نحتاجوا احنا خدمة، احنا رانا نحتاجوا اليد العاملة اللي تزيد تخدم معنا وتعاوننا، والحمد لله عطانا رب العالمين منتوج ومنطقة ثرية وتقدر تقدم وتعاون في الاقتصاد الوطني. وشكرا شلي يا خويا. احنا مرحبا بكم، احنا رانا بغينا الطريق والتريسيتي، رانا مشتاقين ياسر ياسر ياسر، وهنا رانا راي ما شفناش الاستقلال هذا خلاص، فهمت؟ وكان نصيبوا في اقرب وقت تكون الطريق طالع، درك وكان يطيح المطر في الناس تكوبي لهنا ما تقدرش مني تخرج. فايتين باللي 200 موتور لهنا، رانا عيينا بالمازوت، ضربنا بالمازوت ضربنا يا ولدي، عيينا غلبنا، راي عندنا واحد 20,000 شجرة لهنا في الأرض هذه. هذا الدار راهو ما عندنا والو، ما عندنا الدعم نتاع الشبكة، ما عندنا الدعم نتاع الصودات، رانا كل شيء نخدمو فيه من جيبنا، كل حاجة نخدموها من طريق نخدموها من جيبنا، ما كان عندنا حتى شيء لنا، وما نعرفوش الدولة هذه، وما جيناش لحد الآن مازال ما وصلناش مسؤول لهنا في البلاد هذه. لليوم من 84 لليوم ما وصلناش مسؤول في هالبلاد هذه. الرمادية، سيدي فتح الله، ورتان، الوادي نتاع سيدي فتح الله كامل
واحد موصل هذه هي.